أبو حماد وبالتحديد من متحف التراث الشعبي في العقبة. يا أحمد مدى جديدة، صباح الخير، نيالك على الأجواء اللي أنت فيها، نيالك مصيف ومدفي نعم والأمور تمام عندك؟ نعم دعاء، الله يصبحك بالخير. بصراحة الأجواء جدا رائعة وجميلة ومميزة، الجو جدا جميل جدا، يعني ما في حرارة عالية ولا في برد، الأجواء جدا جميلة. وأنا بضم صوتي إليك، بتمنى الكل أنه بنهاية الأسبوع يستغل هالأجواء الجميلة وينزل على مدينة العقبة يتجول فيها ويستمتع فيها أكثر. طبعا مشاهدينا بنصب عليكم مرة أخرى من محافظة العقبة، احنا موجودين معكم على الهواء مباشرة من متحف العقبة التراثي، وهو من أهم وأبرز معالم الجذب السياحي في المنطقة، بضم عدة أقسام وأجنحة والعديد من المعروضات اللي بتمثل أهالي مدينة العقبة عبر التاريخ، بالإضافة إلى التنوع الحضاري والثقافي فيها. طبعا مشاهدينا الهدف من وجود هذا المتحف هو حفظ وحماية التراث العقباوي الأصيل من الاندثار والضياع، بالإضافة إلى تعريف السائح والزائر على تاريخ العقبة الحضاري والتراثي وإبرازه وتقديمه للعالم. لحتى تعرف أكثر على متحف العقبة التراثي راح يكون معنا الأستاذ عبد الله المنزلاوي، وهو مؤرخ وباحث تراثي وهو من المهتمين في توثيق تراث العقبة الأصيل. الله يصبحك بالخير، كيف الأجواء بالعقبة؟ ممتازة والحمد لله، ندعو الجميع ليستمتع بهذه الأجواء في العقبة. طيب أول شيء نحكي، المتحف وين موجود؟ حقيقة متحف العقبة التراثي هو أحد منجزات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية لحفظ وحماية التراث المحلي في العقبة، موجود الآن في منطقة جميلة جدا ومنطقة تراثية ومنطقة تاريخية، هي من الصيادين على الشاطئ الأوسط، يعني يحض البحر والقلعة والحفاير وبناء الصيادين، هذه المنطقة الحيوية، السائح عندما يأتي لا يرى فقط المتحف وإنما يزور كل أو معظم المفردات التراثية اللي موجودة في العقبة. نحن الآن داخل هذا المتحف، راح ناخذكم بجولة جميلة جدا نتعرف على أجنحة وأقسام هذا المتحف. نحن الآن في قاعة القلعة، هذه القاعة تحتوي على مجموعة من المقتنيات التراثية، المقتنيات التاريخية المجسمة، صممت هذه القاعة لتعطي أجواء القلعة القديمة وهي القلعة المملوكية الموجودة بجوار هذا المتحف. هنا ستجدون الآلات الموسيقية السلسلية الشهيرة في العقبة، هنا ستجدون المرواس، هنا ستجدون قافلة الحج المصري ومحمل الحج الذي كان يعني ينطلق من القاهرة إلى الحجاز إلى مكة عن طريق العقبة. هذه القاعة تمثل الكثير من المقتنيات التراثية وخاصة مقتنيات المنزل العقباوي والبيت العقباوي. الآن إحنا ندخل إلى قاعة جميلة، قاعة جميلة، هذه القاعة هي قاعة الصور، هذه القاعة تحوي أكثر من 100 صورة تراثية توثق الكثير من اللحظات التاريخية وقصص العقبة التراثية والتاريخية. هذه الصور تمثل حقب تاريخية مختلفة، تركز أيضا هذه الصور على بعض المواقع، على بعض المواقف، على بعض الأحداث التاريخية، بدءا من العصر الأتومي القديم العصر الحجري وانتهاءا بهذه الأيام، توثق أيضا الثورة العربية الكبرى، توثق لقدوم الشريف الحسين بن علي إلى العقبة، توثق أيضا للجانب التراثي البحري للعقبة وقصص الصيد والسرحة أو القرصة اللي العجل. أيضا هذه القاعة فيها أيضا بعض الملامح التراثية مثل الرمل الملون، هناك لوحات عن الرمل الملون في هذه القاعة تمثل جانب من جوانب التراث المحلي للعقبة. هذه الصور جمعت لتشكل قصة العقبة عبر التاريخ، هذه الصور توثق لكثير من الأحداث الموجودة والتي مرت بها مدينة العقبة والتي صنعت هذا التاريخ وجعلت منه قصة ومجد وحضارة للعقبة. فيها أيضا صور لبعض الوثائق، وثيقة مبايعة الشريف الحسين بن علي، فيها صورة أيضا لوثيقة كتاب الأمان الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الأيلة في السنة 9 للهجرة عام 630 ميلادي. نحن الآن نخرج من هذه القاعة لندخل أيضا إلى جناح جديد، هذا الجناح هو
البيت التراثي. هذا البيت صمم ليكون نسخة أصلية وحقيقية تمثل بيت أهالي العقبة قبل أكثر من 100 عام. هذا البيت الذي يبنى من الطين، الذي يسقف بالجريد وجذوع النخل. هذا البيت الذي يفرش بالحصى هو عبارة عن نموذج يمثل التراث الشعبي ويمثل المنزل والبيت التراثي لأهالي العقبة. هذا البيت مقسم إلى جناحين. الجناح الأول هو عبارة عن بيت يسموه المندرة أو الديوان، اللي هو غرفة الضيوف اللي يستقبلوا فيها الضيوف، وأيضا الغرفة الأخرى أو الجناح الثاني هو غرفة النوم وفيها أيضا صندوق العروسة. يبين أيضا الباب، المفتاح، الراديو، كل المقتنيات اللي موجودة داخل البيت حتى يعطي صورة حقيقية عن الواقع وعن المفردات التراثية المحلية لمدينة العقبة. تعالوا بنا الآن نخرج إلى باحة المنزل أو ما يسمى بالحوش. هذه هي باحة المنزل أو هذا هو الحوش. عادة يعني أهالي العقبة الحوش غالبا تكون في الصومعة اللي يحطوا فيها الجاج، وفيها أيضا فرن النقالي، وفيها أيضا الكوارة اللي بيحطوا فيها القمح، بالإضافة لبعض المقتنيات التراثية اللي بتكون موجودة. هذا المتحف لا يعبر فقط عن التراث الحضري المحلي، ولكن أيضا يعبر عن تنوع التراث في العقبة. هذا التنوع أهم شيء فيه أنه يغطي كثير من القضايا، منها الجانب التراث البادية. تراث البادية، ونحن نعرف أنه العقبة موجودة أمام تقريبا أو هي عبارة عن حلقة وصل ما بين 3 صحاري: صحراء سيناء وصحراء الجزيرة العربية والصحراء الأردنية، بالإضافة إلى وادي عربة. هذه الصحاري هي عبارة عن يعني التراث البدوي لمدينة العقبة. هذا التراث المميز، هذا التراث الذي يتجاوز بل يتناسق وينسجم بشكل كبير جدا مع تراث العقبة. هذه الخيمة هي تمثل جزء من تراث البادية، هذه الخيمة هي تمثل تقريبا كثير من المفردات البدوية الموجودة في العقبة. نحن الآن أيضا في هذه الباحة، نحن الآن في هذه الباحة أيضا اللي موجود فيها كذلك السوق التراثي، وهي عبارة عن البقالة القديمة التي تمثل الحياة الاقتصادية لمدينة العقبة. هذا المتحف حقيقة هو أحد المنجزات الثقافية الذي يوثق للموروث الثقافي في العقبة، وحقيقة يعني أولته السلطة اهتمام جيد وكبير، وهو جزء من منظومة من المشاريع الثقافية التي تقوم فيها السلطة. ونعتقد أن عام 2019 سيكون انطلاقة كبيرة للمشاريع التراثية والثقافية في العقبة. الله يصبحك بالخير، الله يعطيك العافية، ما قصرت. يعني اليوم أخذنا بجولة رائعة وجميلة بين التراث والتاريخ والحضارة، تعرفنا على أهالي مدينة العقبة، تعرفنا على تاريخهم الأصيل، تعرفنا على كيف حافظتوا على التراث الأصيل من الاندثار والضياع، وإن شاء الله يظل موجود للأبد. الله يصبحك بالخير، شكرا لك أستاذ عبد الله، يعني شرح جميل ورائع ومميز، والوقت أدركنا. بشكرك مرة أخرى ولكل الفريق الموجودين معنا، وتحية كمان للإدارة الملكية لحماية البيئة، كمان شباب نشامة الأمن العام، وشكرا لكل اللي ساعدونا اليوم. الله يصبحكم مشاهدين مرة أخرى. رح نرجع الآن لاستديوهات برنامج يوم جديد لمتابعة ما تبقى من فقرات. بعد قليل إن شاء الله حكون لنا إطلالة أخرى من محافظة العقبة، ورح أترككم مع هذه الإطلالة الصباحية الجميلة من هذه المنطقة. صباحكم سعيد.